السلام عليكم اصدقائي، هذا هو ريلمي 6، هذا هو الجديد ديال شركه ريلمي اللي الله اعلنت عليه في المغرب. المهم كما هي العاده في هذا الفيديو نشوفوا الجديد في هذا التليفون ونشوفوا المميزات والعيوب ديالو ونشوفوا واش يستاهل الثمن ديالو ولا لا. قبل نبداو شكرا على الدعم ديالكم، واللي مازال ما مشتركين في القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش ديما تصلوا بالجديد ان شاء الله. ويلا نبداو. كما هي العاده الهاتف مصنوع بالكامل من البلاستيك، الظهر الاطار كله من البلاستيك، الظهر ديالو كيلمع كيبان بحال الدجاج مع اللون المتدرج اللي ولينا كنشوفو في اغلب التليفونات، والتصميم ديالو عادي بحال اغلب التليفونات في هذه الفئه. الكاميرا ديال الخلف خارجين بزاف على الظهر ديال التليفون، القضيه كنظن مازال ما لقاو ليها الحل لانها كاينه في بزاف ديال التليفونات. الكاميرا قداميه في ثقب في الشاشه بحال اللي في النوفا 7 اي، وكما قلت لكم من قبل هذا الشكل في رأى تبقى تجي الكاميرا القداميه في كاع التليفونات الجداد، هذه هي الموضه الجديده حاليا. تحت ديال التليفون كاين مكبر الصوت نوع عادي ما فيهش صوت ستيريو، ومنفذ ديال الشحن تايب سي، وبلاصه السماعات العاديه 3.5 ملي. البصمه في الجنب ديال التليفون بلاصه مناسبه احسن من البصمه اللي في الظهر ديال التليفونات صراحه، يعني كتجيك سريعه انك توصل ليها بصبعك وتفتحها، لان في زر اللي متعودين عليه هو زر الباور. الحاجه الجديده هنا في الشاشه كتجيب معدل تحديث 90 هرتز، وهذه حاجه جديده في هذه الفئه تعودنا عليها غير في الفلاكشيب. الدور ديال 90 هرتز هو تكون سلاسه اكثر في الشاشه، مي بصراحه ما غاديش يبان لكم الفرق بين شاشه 60 هرتز وشاشه 90 هرتز، صعيب يبان الفرق. الشاشه هنا غير IPS LCD ماشي سوبر اموليد، وهنا كاين الفرق، شاشه سوبر اموليد ماشي هي شاشه IPS LCD. الحجم ديالها 6.5 انش بدقه فول اتش دي بلس، ومعدل البيكسلات 405 بيكسل في كل انش، كدعم خاصيه الوضع الداكن دارك مود. وعلى العموم واخا ماشي اموليد الدقه ديالها مزيانه، ومعدل البيكسلات اللي فيها حتى هو مزيان. المعالج اللي هنا ممتاز في هذه الفئه، وهو ثاني افضل معالج بعد كرين 810 اللي في النوفا 7 اي. المعالج في هذا الهاتف هو هيليو جي 90 تي، نفس المعالج اللي كاين في الريدمي نوت 8 برو، مع معالج رسومي مالي جي 76، وكيدعم وضعيات الجيم سبيس اللي كتخلي الاداء ديال الالعاب ممتاز. وحسب موقع انتيتو ريلمي 6 حاليا في المرتبه الثالثه من ناحيه الاداء في الفئه المتوسطه، وكاينين جوج اختيارات في الرام هنا، 8 مع 128 ميموار و4 مع 128 ميموار، واللي ما كفاتو 128 جيجا يمكن ليه يزيد كارت ميموار ما عندكش مشكل. الكاميرا الخلفيه اللي في التليفون بربعه ديال العدسات كل وحده والدور ديالها كما تعودنا. العدسه الاساسيه بدقه 64 ميجا بكسل مستشعر من سامسونج، والعدسه الثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل، والثالثه والرابعه وحده خاصه بعزل الخلفيه وحده ماكرو بجوجهم 2 ميجا بكسل. تصوير الفيديو بدقه 4K 30 اطار في الثانيه، وفول اتش دي 60 اطار في الثانيه. وعلى العموم الكاميرا الخلفيه مزيانه، سيلفي تاع هي مزيانه في الاضاءه المعتدله، مي التصوير بالليل عيانه شويه. بقات لينا حاجه اخرى مهمه نهضروا عليها وندوزوا للمميزات والعيوب اللي في التليفون، هذه الحاجه هي البطاريه. الباتري هنا بسعه 4300 ملي امبير، يدوز النهار ديال الخدمه بدون مشاكل، وكيدعم الشحن السريع بقوه 30 واط. ونبداو بالمميزات اللي في التليفون واللي بصراحه بانوا لي انهم يستحقوا انني نذكرهم في هذا الفيديو. اول حاجه كيجيب اندرويد 10 من الكارطونه ديالو بلا ما تحتاج ميزاجور. ثاني حاجه الشحن السريع كيدعم تقنيه الفوك اللي تخلي التليفون يتشارجا من 0% حتى 100% في ساعه فقط. الشاشه هنا كامله من غير الثقب اللي فيها، وكتدعم 90 هرتز، والمعالج ممتاز. اما العيوب اللي بانوا لي في التليفون، كاميرا سيلفي ما كتصورش مزيان في الليل، تليفون ما فيهش الاضاءه ديال الاشعارات، البلاستيك باش مصنوع ماشي كاليتي دغيا كيتكرج، وما فيهش ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء. واخر حاجه الثمن ديال التليفون 2900 درهم، 8 رام 128 ميموار، صراحه انا كيبان ليا غالي شويه ولا لا نتوما اش بان لكم. المهم نتمنى نفيدكم في هذا الفيديو، وشكرا على المشاهده اصدقائي، ما تنساوش لايك. السلام عليكم.